بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الطيبي رئيس بلدية زي ونائب برلماني. تدشين أو أعطاء انطلاق طرف سيد عامل بمناسبة العيد المسيرة الخضراء، هذا الطريق طبعا انطلاقة ديالو تتم في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق. هذا الطريق يربط ما بين زيو ومدينة العروي عبر جماعتين قرويتين، جماعة قروية ولاد السوق وجماعة بني وكيل. هذا البرنامج طبعا جاء نتيجة العمل اللي قام به وزارة التجهيز في إطار فك العزلة عن العالم القروي. طبعا هناك جوج ديال الطرق أخرى غادي تجي من بعد تعطى انطلاقة ديالها فيما بعد، وطبعا وحدة كتسمى طريق ديال العباد غادي تدار في إطار اتفاقية وزارة التجهيز وافقت عليها، وكذلك الطريق اللي تيمر عبر المطرح ويربط ما بين الطريق ديال القرية كذلك. إذا كنعتبر الطريق اليوم اللي كتعطى فيه انطلاقة هو من الطرق اللي كتفك العزلة على السكان ديال العالم القروي، وكما قلت سابقا ما بين جماعة ولاد التوت وجماعة بني وكيل وبلدية العروي انطلاقا من بلدية زيو. هذا برنامج أساسي ديال وزارة التجهيز، والآن ركيت الفت والحمد لله الآن كنشاهدوا النتيجة الأولى اللي تعطى انطلاقة ديالها على مستوى جماعة ولاد التوت. شكرا.